ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ وحشوني قوي قوي. النهارده بقى الفيديو جاي لكم فكره كده بسيطه وسهله وكيوت، ممكن تعملوها كده في الصيف، تحطوها ديكوريشن. هي ديكوريشن بسيط وسهل. تعالوا نشوف اول حاجه نستخدمها ايه. معانا الفوم الاحمر الساده يعني، تمام، ومعانا الستيكس دولت عارفينهم، تمام، اي لون بقى براحتكم. معانا اللي هي البذر بتاع البطيخ، تمام، ومعانا الحته الخضراء اللي هي بتكون في البطيخ دي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب كده بقى البطيخه بتاعتنا والجبنه دي، طبعا انا حاطه دبل فيس، ممكن تحطوا اي حاجه بتلزق، تمام. هنحطها كده، انا عامله لها كيرف كده بسيط من هنا، تمام كده. وهنلزق بقى البذر، تمام. انا جايبه اللي هو الفوم الجليتر اللي بيلزق، تمام. هشيل كده واحده واحده وهحطها كده. بقى لزقنا خلاص كل الفوم معانا الجليتر، تمام. بصراحه بقى شكلها باين. طبعا انتوا هتقولوا هنعمل ايه بدي. بصوا بقى اقول لكم ايه. انا حاطه هنا، تمام، دبل فيس، هنشيله كده، تمام. وهنجيب دي وهنلزقها كده الستيك يعني، تمام. دي استعملناها في حاجات قبل كده، تمام. بصوا بقى شكلها بقى صراحه جميل. ممكن تعملوا بقى اشكال براحتكم. ده الشكل بقى اللي كان معايا النهارده، شكل بطيخه. وتنسقوا بقى الحاجات دي براحتكم يعني. انا عملت واحده فوق وثلاثه تحت واثنين في النص يعني، تمام كده. بس كده، يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتنزلوا وتكتبوا لي تحت في الكومنت ايه رايكم في الفيديو، وكمان تنزلوا في صندوق الوصف تشتركوا في القنوات اللي انا هحط لكم اللينك بتاعها. وباي.